من وجهة نظرك شلون كانت المباراة؟ هل ارتقت الى المستوى المأمول؟ يعني اليوم المنتخب السعودي والسعودية نرى الناس تقول انه افضل دوري في العرب او على مستوى العرب وسيكون من افضل الدوريات في العالم. المنتخب القطري يمكن البعض ايضا يعني يمكن ينتقدهم على الامر، لكن هذا امر شأن خاص فيهم، لكن نرى بعض اللاعبين اللي مثلا جنسينهم للمشاركة في البطولة او مع المنتخب. هل شفنا بالفعل يعني مباراة على مستوى فني عالي؟ المباراة مثل ما قال كابتن محمد ان كانت الشوط الاول السعودية كان اعتقد انه كان افضل من المنتخب القطري. المنتخب القطري يعني شوط بشوط كانت، بس ان الاخطاء الدفاعية حق السعودية استغلها المهاجم المعز علي. المنتخب السعودي تأثر بغياب سلمان الفرج وسالم الدوسري، صحيح، ومثل ما قالوا انه ما عندهم مهاجم صريح. بس ابو سعود في نقطه مهمه، فضل. يعني انت الشوط الاول تقول انه كان المنتخب السعودي اخطر. لا ابو علي اللي قال. ابو علي الشوط الاول استحواذ لكن الخطوره كان هدف وضربة جزاء وكرتين خطرات على المنتخب السعودي، في حين انه بس كرة واحدة للفهد المولد اللي اصطدمت بالقائم فقط. فصح ان استحواذ بالنص لكن بدون فاعلية. الفاعلية كانت للمنتخب القطري حتى في الشوط الاول. كان استحواذ سلبي. لا خطورة الفريق الاول او الفريق الاول الشوط الاول فريق القطري هذا معتز، لكن بالشوط الثاني القطريين كلهم صاروا خطرين، يعني صار الخطوره جماعيه وكانت فرديه. الحين انا يعني عندي لاعب نفس المعز هداف عنده 5 اهداف. اي نعم. تمركزه بين انه يعني حتى يوم قول الجول الاول كان بين 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 قلوب الدفاع. اي نعم. شلون يعني كخطيب دفاعي شلون اخليه؟ اي نعم. انت شفت